عمري للفن. لا تقول مالك ولا مالي، أنا الدنيا هتحلى لي. لا تقول مالك ولا مالي، أنا الدنيا ما تحلى لي إلا بالفن. الوجبة ذي أكيد وجودنا وتكريم لكبار الفن في تونس، وهذا اللي خلينا يعني دائما نستذكر الأغاني هذه، وحتى الجيل الجديد يزمو يكون ويعرف ويسمع الأغاني القديمة اللي تربينا عليها وتعلمنا منها أكيد، يعني من خلال أغاني محمد جاموسي وغيره أكيد. مع أكيد شوف مهرجان الأغنية أخذت في الجوائز، الجائزة المهمة بالنسبة لنا اللي عملت لي انطلاقة معناها كبيرة من خلال أغنية صرخة، وهذه طبعا أعطاني حافز كبير. وأنا بالنسبة لي أنا لما يكون في مهرجان الأغنية التونسية يلزمني يكون موجود، حتى حاضر موجود، حتى بالحضور نكون موجود.